استاذ عماد ذبت يعني برر المثنى السامرائي والابو مازن بانه داعمين سالم العيساوي لانه السيد الحلبوسي ضاغط على انبار ومسيطر على المحافظه مسيطر على هذا يعني 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 السيد الحلبوسي يعني مثنى السامرائي قلبه على الانبار لا قلبه على جمهور الانبار المثنى السامرائي وابو مازن ليش ما راحوا عمروا صلاح الدين اللي لحد الان شارع واحد ما بيه ليش هو زعيم المكون قلبه على صلاح الدين مثلا زعيم المكون نقعد عوج ونحكي عدل لا 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 زين انت ما تقول لي هم متحالفين ضد الحلبوسي على مود والله قلبهم انه الحلبوسي ما يضغط على الانبار ما قلت على راس البرلمان ما قلت هيك هذا كلام منافي انا ما قلت اولا ما قلت هيك شلون ما قلت ما قلت هيك ابو مازن ما سوى ما قلت هيك هو ده يقول انا اقول الطرف الاخر صار عندهم فترات مخلد عزيزي خلينا سيطره الحلبوسي على البرلمان وسيطرته على الانبار صحيح يعني انه هسه اليوم الاطراف الاخرى قلبها على انبار لا الحلبوسي ضاغط عليه هسه مو قلبها على انبار انا اقول محافظ الانبار السابق ما كان يقول انا كنت ما اطبق نظريه نفذ ثم ناقش بس انفذ وغيرها ابو زيدون الله يذكره بالخير وغيرها من المناصب التنفيذيه بالانبار اللي يكتب بوست على الحلبوسي ينذب بالسجن والله هذا شلون يصير السيطره على الانبار هذا متعارف مع كل رؤساء الكتل السياسية لا ماكو هيك كل رؤساء الكتل السياسية هم يؤمرون وهم ينفذوا الأدوات مالتهم أو النواب مالتهم هم يتعاطون مع رئيس الكتلة هذا متعارف عليه لا ليش نتكلم مو مخلد هذا كلامك بعملية سياسية كلامك مو دقيق مو مثل الشيء اللي كلامك مو دقيق أثبت لك لا دقيق دقيق ونص أثبت لك بالدليل اليوم بالانتخابات اليوم وزير يتبع الكتلة السياسية لا سمحت فيكم سوى لا دكتور بهاي الجزئيه واسكت والله بهاي الجزئيه واسكت الوقت كله استاذ عماد اخذت وقت هاي الجزئيه واسكت انت اخذت الوقت سيد مخلد يقول رؤساء الكتل عندهم سيطره على النواب ماكو هيك حكي على الوزراء وعلى يعني هسه لا وزير تابع الكتله رئيس الكتله اللي خابره يقول له انا فتنك مثال حي خلي اعطيك مثال حي لهذه القضيه اللي تفند ما تتكلم به يا هي أنا أقول بانتخابات رئاسة البرلمان كل أعضاء دولة القانون صوتوا مثل ما يريد السيد المالكي أقول لك لا شنو السبب؟ السبب مو كل النواب يخضعون للرئيس الكتلة لا أبدا لا مو هذا السبب لا مو هذا السبب هذا قفز على الحقيقة والوزراء والمدراء هذا قفز على الحقيقة لا مو هذا السبب مو هذا السبب اعطي السبب شنو السبب؟ ثاني شيء هو شنو السبب؟ أول افتهمنا ارجع للسبب ثاني شيء أول افتهمنا شنو السبب؟ السبب هو عرفه والناس تعرفه ما عرفه يا الله أنا ما عرفه دخل بآخر لحظة لوبي مجلس النواب غير الموازين كلها يا استاذ عماد يا استاذ محمد زين لوبي دخل لوبي ما بي حيل اروح يرفعون علي دعوة ما عندي حدا شوف هيك الحال ها